اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد محتاجين نطمن على الفرقه. خلاص بنتكلم في ظرف 48 ساعه وعندنا مباراه مهمه جدا في بدايه المشوار الافريقي في النيجر مع فريق الحرس الوطني. لذلك اذهب مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتحديدا بالقرب من ملعب مختار التتش بالجزيره، مع الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي، واللي كان النهارده حاضر التدريب بشكل مباشر، ونعرف منه اخر اخبار التدريب وانضمام الدوليين خلال الفتره القادمه وتوقيت السفر وبرنامج الفريق حتى السفر الى النيجر. مساء الخير يا محمد. مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي الترند في كل مكان. طيب عايز اعرف بقى منك كل التفاصيل دي، تدريب النهارده، الدوليين انتظموا ولا واخدين راحه، السفر امتى بكره، برنامج الفريق قبل السفر. نتكلم من البدايه خالص يا محمد عشان تعرفوا كل مشاهدينا يشوفوا ايه اللي حصل النهارده في يوم الفريق. يمكن فريق الراحه بالامس استعاد تدريباته او استأنف تدريباته النهارده. يمكن اول حاجه كانت في اليوم النهارده هي المسحه الطبيه اللي عملتها البعثه المسافره بشكل كامل لدوله النيجر ان شاء الله غدا. المسحه الطبيه اتعملت للفريق كله والبعثه المسافره. بعد كده يمكن مستر موسيماني فضل اللاعبين يخوضوا حصه تدريبيه في الجيم قبل النزول للملعب. في التوقيت دوت كان في ارض الملعب بيخوض الحراس الثلاثه المسافرين ان شاء الله تدريبهم مع مدرب الحراس، وكان عمرو السوليه وعلي معلول اللي فضل الجهاز الفني راحتهم التدريبات النهارده واكتفوا بالجري حول الملعب. كمان بعد المسحه الطبيه الفريق نزل على طول لارض الملعب. يمكن تدريبات النهارده كلها تدريبات فنيه بالكره، ما فيش اي يعني احمال في ارض الملعب، اكتفوا بس بالاحمال اللي الفرقه حصلت عليها داخل الجيم. يمكن كل الدوليين زي ده كان سؤالك، كل الدوليين عادوا خلاص، سواء اللاعبين المصريين اللي كانوا مع المنتخب في ليبيا او اللاعبات الدوليه اللي كانت مع المنتخبات الافريقيه المختلفه، باستثناء بدر بانون اللي ان شاء الله النهارده هيرجع في طياره الساعه 8 مساء مباشره من دوله المغرب الشقيقه. الاجواء اكثر من رائعه، يمكن الفريق كله بيتدرب بشكل رائع الحمد لله باستثناء محمد الشناوي، حاله الفريق اكثر من رائعه، كل اللاعبين في حاله بدنيه وفنيه كويسه جدا. طبعا انت عارف ان الفريق ان شاء الله هيسافر بكره منقوص من عدد كبير جدا من الصفقات الجديده، طبعا نظرا لظروف القدر انت اتكلمت فيها مرارا وتكرارا ما بين الموسمين واللي النادي الاهلي دائما كان بيشتكي منها، وفعلا اكثر حد هيتاثر بها النادي الاهلي ان المسافرين الاهلي هيسافر يعني من غير معظم الصفقات الجديده اللي ابرمها في بدايه الموسم، هيكتفي بس فقط باللاعبين اللي تم قيدهم وبقوا مع الفريق ولم يغادروا في نهايه الموسم الماضي. ان شاء الله يمكن برنامج الفريق بكره هيبقى التجمع الساعه 10 صباحا، التدريب 11، بعد كده الفريق يمكن هيتناول وجبه الغداء هنا في النادي وهيغادروا لمطار القاهره في تمام الواحده والنصف ظهرا. يمكن الطياره ان شاء الله هتقلع من مطار القاهره الدولي غدا ان شاء الله في الرابعه مساء، تاخد 5 ساعات تقريبا لحد ما توصل دوله النيجر، هتوصل 9 مساء بتوقيت جمهوريه مصر العربيه، 8 مساء بتوقيت النيجر. يمكن دي معظم الاجواء اللي كانت هنا النهارده والاخبار، واتكلمنا مع الجهاز الفني ان طبعا الاعداد هناك في دوله النيجر بالتنسيق مع السفاره تم بشكل اكثر من رائع، وكل العقبات يعني ان شاء الله يتم تذليلها وتكون اقامه. كمان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص النهارده انه يكون متواجد في التدريب الاخير للفريق او بكره ان شاء الله، يعني ان شاء الله بكره اللي سيادته اختتم، ولكن كابتن محمود الخطيب كان حريص انه يكون موجود النهارده في تدريب الفريق لمؤازاه الفريق باذن الله قبل السفر للنيجر. هل حضور الكابتن محمود الخطيب سبق اجتماعات مع الجهاز الفني مع اللاعبين بالنسبه للمرحله القادمه، ولا الكابتن اجتمع زي ما قدام على الشاشه بس اتكلم مع الكابتن سيد ودكتور احمد ابو عبله للاطمئنان على حال الفريق قبل السفر الى النيجر؟ بالفعل محمد زي ما الصوره نقله ليك، يعني كابتن باسل الخطيب اكتفى باجتماع مع كابتن سيد حفيظ وكمان مع الدكتور احمد ابو عبله للاطمئنان على حاله الفريق بشكل عام، وكمان كابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق للاطمئنان على بعض الترتيبات. وطبعا يمكن كمان الجدير بالذكر ان البعثه مسافره، هيبقى رئيس البعثه هو كابتن سالم حفيظ، هو القائم باعمال رئيس البعثه، لكن ما فيش اي حد هيكون برفقه البعثه مجلس اداره، هو كابتن سالم حفيظ هيكون القائم باعمال رئيس البعثه، فبالتالي اكيد في يعني استعدادات كتير وترتيبات كتيره كابتن محمود الخطيب كان حريص مع كابتن سيد على الكلام فيها والمناقشه فيها قبل السفر غدا ان شاء الله. طبعا يعني دعواتنا ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان تكون ضربه بدايه قويه امام الحرس الوطني بطل النيجر، وتكون ان شاء الله بدايه موفقه وخطوه كبيره ان شاء الله نحو اللقب ال11 في تاريخ النادي الاهلي والنجمه ال11، وكمان يعني يكون انجاز تاريخي سطره هذا الجيل بقى يكون حامل اللقب لمده 3 نسخ متتاليه. اعتقد ده هيبقى انجاز محمد لم يسبق لحد انه يحققه، وحاجه هتحسب للجيل ده كله بشكل كامل، وهيبقى انجاز متفرد ما حد سبقه في النادي الاهلي فيه سواء داخل مصر او على مستوى القاره بشكل عام.